ماذا تعرف عني؟ مسجد محمد علي بالقلعة بني عام 1265 هجرية، وبني الجامع على مساحة مستطيلة تبلغ 5000 متر مربع. وينقسم الجامع إلى قسمين، القسم الشرقي هو بيت الصلاة وبه المحراب، والقسم الغربي هو الصحن المكشوف وتوسطه الميضاء. الجامع مئذنتان شاهقتان الارتفاع، كل منهما 84 مترا. سؤال اليوم: من الذي وكل لاستكمال المسجد؟